ازيك يا اشرف؟ ابو الاخر اي واحد يخش ازيك ازيك يا اشرف؟ انت قاعد معايا منار وهي قاعده معاه واحد من هناك بعد هو ناس دبرهم هم بيحبوا التيك توك وعايزين يخشوا التيك توك بس بيقرفوا مش عارفين يدخلوا بيبقى معلق بيفضل مش عارفين يكبسوا شويه ميه مش عارفين يكبسوا كل حد يكبس له التكبس ما بيظهرش اخر ما زي يروح ماشيين بالراحه يا عبد ميه في حد بص لك في البتاع ولا ايه؟ اشهد لا اله الا الله بالراحه انا بقول لكم ما تتكلموش بتاكلوا هي بتضحك جامد قوي خد الدنيا الميه دي استنى هاتي اوعي 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 مش عارفه اقول سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد كل نفس معها سائق معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال